بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، تتواصل التحديات، تتواصل المنافسات على أرضية هذا المهرجان، مهرجان الأمير الوالد حفظه الله ورعاه وعلى بركة الله. مشاهدنا متابعنا الأعزاء، ينطلق شوطنا الرابع للقعدان الحقائق من المسافة، هي الأربعة كيلومترات، هي الحكاية والرواية الذي سترويها لنا هذه الأسماء وهذه الشعارات. المركز الأول وصدارة الشوط ينطلق ويندفع، هذا هو حشر لحمد بن محمد بن عبد الهادي بن علي سلام. من ينطلق ويقدم لنا حشر؟ من ينطلق مع المركز الأول؟ المركز الثاني من غير الأمور، يا سلام يا سلام، الباز الباز لصالح بن مطر بن ضابط الدوسرية ينطلق في هذه اللحظات، ولكن حصل تغيير من الجانب الآخر من شعار البريدي. الله الله الله، وصل مسيطر لحمد بن جار الله بن علي بن حسين البريدي، يا سلام. الله الله، المركز الرابع ورابع التحديات يصل ويتقدم في هذه اللحظات. مبشر لسعيد بن ببخوت بن محمد بن مسعود بن جابر، المركز الخامس وخامس الأسماء. وصل راهي لمحمد بن ناصر بن سعيد بن محمد العيدة. الله، ولكن لنا عودة مع المركز الأول. الله يا مسيطر مسيطر مسيطر، يسيطر على الأوضاع حتى هذه اللحظات، وينطلق شعار مبلش وشعار دعابة وشعار العديد والعديد من الأسماء الكبيرة والعملاقة، وينطلق البريدي، ينطلق مع المركز الأول، مع المركز المستهدف من بقية الأسماء والشعارات. يا سلام يا سلام، المركز الثاني وثاني التحديات راهية، محمد بن ناصر بن سعيد بن محمد العيدة. والمركز الثالث يتقدم في هذه اللحظات، السامي السامي، أول نداء للسامي لجابر بن فرج بن حمد بن ناصر بن دلموك. بن دلموك قادم في هذه اللحظات. والمركز الرابع وصل وتقدم العديد، محمد بن فران بن عتيق البريدي المري. والمركز الخامس تقدم في هذه اللحظات الذيب، سعد بن سعود بن حمود بن شافي الشافي، ولكن لنا عودة، لنا عودة مع البريدي، مع البريدي حمد بن جار الله بن علي بن حسين البريدي، يقدم لنا مسيطر مع المركز الأول. ولكن 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 غير راهي 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 راهي، محمد بن ناصر بن سعيد بن محمد العيدة ينطلق في هذه اللحظات ويندفع مع المركز الأول. المركز الثاني السامي، جابر بن فرج بن حمد بن ناصر بن دلموك. بن دلموك يا سلام، ولكن العدد العديد قادم. الله الله، محمد بن فران بن عتيق البريدي المري، يا سلام.
ومسيطر مع المركز الثالث حمد بن جر الله بن علي بن حسين البريدي. ولكننا عودة مع راهي مع المركز الأول ومع صدارة الشوط. يا سلام، 600 متر أخيرة ما تفصلنا عن الفوز وعن الانتصار. الأعداد ثانيا، المركز الثالث مسيطر لحمد بن جر الله بن علي بن حسين البريدي، ولكن راهي مع المركز الأول، راهي مع صدارة الشوط. والأعداد برفقة راهي مع المركز الثاني. يا سلام يا سلام، الأعداد غير الأمور. محمد بن فران بن عتيق البريدي المري حلق بالناموس وانطلق مع المركز الأول ومع صدارة الشوط. يقدم لنا الأعداد يا سلام، بطل لهذا الشوط تهانينا. والناموس محمد بن فران بن عتيق البريدي المري المركز الثاني، مسيطر لحمد بن جر الله بن علي بن حسين البريدي المركز الثالث، ضد لحمد بن محمد بن راشد المقارح القرح والمركز الرابع. المركز الرابع من دبلي علي بن سعيد بن سالم الزعيري، والمركز الخامس هملول لعلي بن شفيع بن علي الفهيد المري. تهانينا والناموس لمالك العديد محمد بن فران بن عتيق البريد المري.